السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. عواشركم مبروكة بالصحة والعافية بكل ما تمنيتوا إن شاء الله. مازال معكم في سلسلة تحضيرات رمضان إن شاء الله، واليوم غادي نشارك معكم الطريقة اللي كنحتفظ بها في الطماطم المجمد باش نربحوا الوقت وكذلك نوفروا علينا شوية ديال المجهود. وكذلك غادي نحضر معكم صلصة البيتزا اللي تاهي يمكننا نحضروها ونحتفظوا بها حتى هي في المجمد. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير، وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساونيش من لايك، والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا عندي هنا الطماطم، هنا خديت واحد الكميه الطماطم. كما كتعرفوا في الوقت اللي كتكون شويه بثمن مناسب كنبغيو نستغلو باش نقتصدوا شويه في المصروف. كما كتشوفوا معايا خديت هاد الطماطم اللي كتكون هكذا حمراء، ماشي مشكل واخا تكون صغيره، المهم تكون حمراء هكذا. غسلتها مزيان، ومن الاحسن اننا نديرو فيها الخل في الماء لحقاش غنحتاجو القشره ديالها. دابا غادي ندوز نقطعها. بسم الله، غادي نقطع هاد الطماطم هكذا على جوج ولا على اربعه صافي، ونوضعها في الطنجره. حتى نكمل هاد المطيشه كامله ما كنخليها بالقشره ديالها وما كنحيدها لا زريعه لا والو. كما كتشوفوا معايا هي كنقسمها ونحطها في الطنجره مباشره. انا غادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه ديال الطماطم اللي عندي ونرجع عندكم. هي الطماطم ديالي كما كتشوفوا قطعتها كامله وضعتها في الطنجره. دابا غادي ندوز نوضعها فوق النار. وضعت الطماطم ديالي على نار مهيله باش تلق لنا داك الماء ديالها على خاطرها وما تلصقناش في قاع ديال الطنجره. دابا غادي نغطي عليها بلا ما نسد الكوكوط، نغطي عليها واحد 10 دقائق صافي على ما طاب ونرجع عندكم. الطماطم ديالنا ها هي كطب كما شفتوا، هي طلقات الماء ديالها، هنعين عليها زيد عليها واحد شويه ونطفي عليها. الطماطم ديالنا ها هي طابت كما كتشوفوا صافي، غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. من بعد ما بردت الطماطيشه غادي ندوز نطحنها. انا خليتها تبرد فقط باش ما يعني ما يتكسرليش الكاس ديال الخلاط الكهربائي. نتوما الى عندكم شي خلاط كيستحمل الحراره بامكانكم طحنوها مباشره من بعد ما طيب. صافي دابا غادي نطحنها ونرجع عندكم. طحنت الطماطيشه ديالي كامله كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز نصفيها. خديت هاد الصفاي هذا، نتوما يمكن لكم تستعملوا اي صفاي عندكم في الكوزينه. صافي وغادي ندوز نصفيها من داك الزريعه وداك القشور اللي كيكونوا باقين فيها. غادي نصفيها على هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا كيبقى لي فقط هاد الزريعه هادي والقشره، يعني راه حنا ما كنضيعوش حتى حاجه تقريبا في هاد الطماطم. صافي انا غادي نصفيها كامله ونرجع عندكم.
صفيت مطيشه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، صفيتها كاع من داك الزريعه وداك القشور اللي كيبقاو فيها، عطاتني هذه الكميه. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنحتفظ عليها في المجمد. كناخذ اكياس بلاستيكيه اللي عندنا متواجده في البيت اللي خاصين بالمجمد هادو، وغادي نبدا نعمل فيهم الكميه اللي بغيت على حساب ليش غنستعملها انا، واش الحريره ولا ليصوص ولا على حساب الكميه اللي بغيت انا. هكذا دابا انا غادي نعمل هادو ان شاء الله، هنا نستعملهم الحريره صافي. يمكننا نعملوهم على هذا الشكل هذا بلا ما نسدوهم، نوضعوهم هكذا في شي علبه، ويمكننا نسدوهم مباشره صافي هكذا. صافي غادي نعمر هاد المطيشه هنا. كل واحد راه كيعرف قياسه والكميه اللي باغي، وكيما قلت لكم على حساب لياش غادي نستعمل انا هاد المطيشه. صافي غادي نعمرها انا كامله في الاكياس البلاستيكيه على هاد الشكل ونرجع عندكم. صافي كيما كتشوفوا وضعت الطماطم ديالي في هاد الاكياس البلاستيكيه، غادي ندخلهم للمجمد والوقت اللي احتاجتهم غادي نجبدهم بكل سهوله، غيوفروا علينا الوقت وكذلك المجهود ان شاء الله. وخليت كميه من هاد الطماطم اللي غادي نحضر معكم بها صلصه البيتزا. باش نحضروا صلصه البيتزا غادي نحتاجوا الطماطم اللي حضرت معكم. خديت انا هاد الكميه هادي واحد القياس واحد الخمسة حتى لستة ديال المطيشات، انا خديت عيني ميزاني، واحد البصله محكوكه، جوج معالق كبار مملوئين ديال مركز الطماطم او مطيشه الحك، ثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين. بالنسبه للتوابل عندي هنا تحميره او بابريكا، ملح، يبزار، عندنا هنا ورق سيدنا موسى او ورق الغار للتنسيل، وكذلك الزعتر. عندنا ملعقه ديال النشا اللي غادي تعقد لنا هاد لاصوص، وعندنا زيت الزيتون. خديت كسرونه غادي نوضع فيها طماطم، بصله محكوكه، ثوم، توابل عندي هنا بابريكا، ملح، يبزار. غادي نضيف مطيشه الحك او مركز الطماطم، قلنا هنا جوج معالق كبار مملوئين. غنضيف زيت الزيتون قياس واحد 3 حتى 4 ديال المعالق. الزعتر غادي نحكو بين يدي على هذا الشكل هذا. غادي نعمل كذلك ورق سيدنا موسى، وغنوضع هاد العناصر كامله على النار. وضعت الكسرونه ديالي على نار مهيله، غادي نخلط هاد العناصر كامله ونخلي لاصوص ديالي يطيب حتى تعقد وتنشف من الماء. بالنسبه لداك المعلقه ديال النشا نخليها حتى لاخر مرحله. الصلصه ديالنا ها هي كطيب كما كتشوفوا، غادي نعين عليها تنشف شي شويش من الماء، وعاد نضيف لها داك المعلقه ديال النشا. نضيف
هاد الملعقه ديال النشا ونحرك مزيان هكذا، نحرك لاصوص ديالي مزيان على ما تذوب هاد النشا وتنسجم منها مع باقي العناصر. نستمر في التحريك صافي، غادي نخليها شويه على ما تعقد لنا هاد لاصوص ونطفي عليها. هذا هو الشكل النهائي ديال صلصه البيتزا ديالنا، كتجي عاقده على هاد الشكل كما كتشوفوا، والمذاق رائع صدقوني، كتجي بحال الصلصه ديال المطاعم، لا بالبنه ولا في الشكل ولا كل شيء. حتى هي بنفس الطريقه غادي نعينوا عليها حتى تبرد، ولا بغينا نوضعوها في المجمد غنعملوها في اكياس بلاستيكيه ونحتفظوا بها في المجمد، والوقت اللي بغيناها كنجبدوها ونخليوها تطلق راسها صافي، ونعمروا بها البيتزات ديالنا. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنرحب بالجميع معايا في لاشين، ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، والى فيديو جاي ان شاء الله.